موجز تربوي، أهلا بكم. حددت وزارة التربية مواعيد الاختبار المركزي المقرر إجراؤه هذا العام لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي في الفصل الدراسي الأول لعام 2019-2020. وبينت الوزارة أنه سيتم اختبار الصف التاسع الأساسي لمواد الدراسات الاجتماعية والثانوية العامة الأدبي لمادة الجغرافيا، والعلمي لمادة العلوم في 15 من الكانون الأول القادم. وتجرى اختبارات الصف التاسع الأساسي لمادة اللغة العربية والثانوية العامة الأدبي لمادة الفلسفة والعلمي لمادة الفيزياء في 17 من الشهر القادم، في حين تجرى اختبارات الثالث الثانوي العلمي لمادة الكيمياء يوم الأربعاء في 18 من الشهر القادم، أما اختبارات اللغة الفرنسية للثالث الثانوي العلمي والأدبي إضافة لاختبارات الصف التاسع الأساسي بمادة العلوم العامة فتجرى في 19 من الشهر القادم. بناء على التوجيهات الوزارية، أقامت مديرية التربية بدير الزور دورة لمديري المدارس ومعاونيهم وأمناء السر بمشاركة 54 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي. مدير تربية دير الزور خليل حاج عبيد أشار إلى أهمية مثل هذه الدورات لتطوير العمل الإداري والوقوف على أهم الأخطاء التي يقع بها البعض في المدارس. يعد نجاح العمل الإداري من نجاح العملية التعليمية، لذلك يجب الاهتمام والتركيز على الواجبات والتوجيهات العامة ومتابعة السجلات المدرسية للارتقاء بالعمل الإداري والتربوي ومتابعة جميع الأخطاء إن وجدت. ختام الموجز، إلى اللقاء.